شابتر 2. يعني احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت واللي قبلها على الجنريتنج ستيشن بوجه عام، وعرفنا نوعين من انواع المحطات. عرفنا نوع المحطة الستيم باور ستيشن، وعرفنا نوع كمان اللي هو النيوكلر باور ستيشن. النهاردة ان شاء الله هنكمل. عندنا نوعين من المحطات جداد. النوع الاول اللي هو الجاز تيربين باور بلانت، والنوع الثاني الهيدرو الكتريك باور ستيشن. تعالوا كده نشوف كل واحد فيهم او كل نوع محطه فيهم عباره عن ايه. طبعا الفكره بتاعت الجاز تيربين باور بلانت، احنا كنا زي ما شغالين المره اللي فاتت واللي قبلها على ان التربينه المستخدمه في المحطه، سواء اذا كانت المحطه البخاريه او محطة النيوكلر، كانت التربينة من النوع الستيم تيربين. الجاز تيربين باور بلانت هي عبارة عن نوع من انواع المحطات، وزي ما كنا اتفقنا ان لازم علشان التربينة تشتغل محتاج ان في حاجة تدفع عليها. المرة اللي فاتت واللي قبلها كنا بنستغل الستيم ان هو يدخل على ريش التربينة فيبدأ انه يحرك التربينة في اتجاه معين، وبالتالي الشافت يتحرك فالجنريتور يتحرك ينتج الكهرباء. طب الستيم كان بيطلع نتيجة ايه؟ ان انا كان بيبقى عندي وقود، الوقود ده بيتحرق بيبدأ انه يغلي مية، فالمية تتحول الى ستيم، فالستيم تدخل للتربين. ده كان النوع بتاع المحطة اللي فاتت، سواء اذا كنت بتستغل بقى النيوكلر او المحطة اللي قبلها اللي هي الثيرمال. النوع ده بتاع الجاز تيربين باور بلانت عبارة عن ايه؟ ان احنا بنجيب غاز طبيعي او وقود. الغاز الطبيعي او الوقود ده انا ببدأ ان انا اعمل له احتراق، وبعد ما بيتعمل له احتراق حضرتك بتاخد العادم بتاع الاحتراق او خارج عملية الاحتراق، وبتبدأ ان انت تدفعه بضغط كبير ناحية التيربين الغازي دي اللي هي الجاز تيربين. فبيبدأ التربينة انها تتحرك، وبعد حركة التربينة الشافت بيتحرك فالجنريتور يتحرك فيبدأ انه ينتج لي الكهرباء. يبقى الفكرة بتاعت الجاز تيربين باور بلانت ان هو بيستغل نوع من انواع الوقود الموجود، غاز طبيعي، ممكن اويل، اي نوع من انواع الوقود بيبدأ انه يستخدمه، يعمل له عملية احتراق، خارج عملية الاحتراق يدخل للتربينة. التربينة دي طبعا بيشتغل بالغاز، وبالتالي يبدأ التربينة تتحرك فالجنريتور يتحرك. تعالوا كده نشوف ازاي العملية دي بتتم. ان انا في الاول بيكون عندي خط للغاز الطبيعي، وفي عندي خزان للزيت، خزان زيت وغاز طبيعي. ببدأ ان انا ادخل الزيت والغاز الطبيعي ده في غرفة بنسميها غرفة الاحتراق. غرفة الاحتراق بيبدأ عملية احتراق للغاز الموجود ده، وناتج عملية الاحتراق، انت بتعمل عملية احتراق والناتج عن عملية احتراق دي بيبدأ ان هو يحرك التربينة. الغاز اللي موجود تحت الضغط الكبير بيبدأ انه يحرك الجاز تيربين. واول طبعا ما الجاز تيربين تتحرك هي مربوطة على الشافت مع جنريتور، يبدأ الجنريتور ينتج الكهرباء اللي بقدر ان انا انقلها باستخدام بقى ترانسفورمر او غيره او شبكة كهربية، يعني يتنقل الى المستخدم. يبقى اذا المكونات الرئيسية للنوع من المحطات دي، اول حاجة ان بيبقى في عندي غاز طبيعي، بيبقى في عندي كمان الاويل، ده الدخل ليه غرفة الاحتراق. بيبدأ عملية الاحتراق تتم، والغاز اللي موجود بيبدأ ان هو يحرك ريش التربينة تحت ضغط كبير، وبالتالي الجنريتور يتحرك يبدأ انه ينتج طاقة كهربية. ده التربينة بتاعت الجاز تيربين. الجاز تيربين بتتكون من ايه؟ بتتكون من جزء فيه نظام تبريد، وجزء تاني فيه اشتعال، او فيه الهوت سيكشن، غرفة الاحتراق مع التربينة مع العدم اللي بيطلع. في الجزء الاولاني بيبقى عندي جزء فيه تبريد، التبريد بيكون عبارة عن الهواء
والكمبريسور الموجود ده بيبدا انه يضغط الاويل والجاز ناحيه التربن، فتبدا التربينه انها تشتغل تحت الضغط ده. بس تاخد بالكم من نقطه مهمه، ان عمليه الاحتراق بتتم هنا، وبناء عليه الضغط بيزيد، الغاز الناتج بيزيد بشكل اكبر، بيبدا يدخل للتربينه تحت درجه حراره كبيره وبريشر كبير، فتبدا التربينه انها تشتغل بشكل افضل. ده الفكره بتاعه الجاز تربين. خلي بالكم المره اللي فاتت واللي قبلها كنا بنشتغل على نوع من انواع التربينات اللي هو عباره عن ايه، الستيم تربين. في فرق اكيد طبعا انتوا عارفين الفرق صح، ولكن في اخر المحاضره هقول لكم، لان هيبان لنا تاني نوع من انواع التربينات المختلفه. طب ايه هي مكونات الجاز تربين؟ الجاز تربين بتتكون من كومبريسور ضغط، بتتكون من غرفة الاحتراق، بتتكون بعد كده من الجاز تربين نفسها والجنريتور، وبيبقى في عندي حاجة في البداية كده اسمها الستارتنج موتور، وهنشوف ده بيعمل ايه. اولا فكرة عمل الكمبريسور عبارة عن ايه؟ ان الكمبريسور ده بيبدأ انه بيضغط هواء، بيبعت هواء مضغوط. الهواء المضغوط ده اللي هو اللي خارج من الكمبريسور بيبقى موجود حوالين غرفة الاحتراق. طب انا محتاج اعمل الهواء المضغوط ده ليه؟ لان زي ما قلنا المره اللي فاتت ان غرفه الاحتراق دي بتكون ليها درجه حراره كبيره جدا، وبالتالي احنا محتاجين نعمل عمليه تبريد. اللي يعمل عمليه التبريد ده ايه بقى؟ الهواء اللي جاي اللي مضغوط عن طريق الكمبروسر بيبقى مدفوع ناحيه غرفه الاحتراق، فيبدا انه يعمل لي تبريد حوالين غرفه الاحتراق. طيب النقطه الثانيه، ان غرفه الاحتراق نفسها هي عباره عن ايه؟ ان انا بدخل اويل وجاز داخلين على غرفة احتراق بيتحرقوا خلاص، طبعا بينتج بقى تحت ضغط كبير، تحت تمبريتشر كبير. وتاخد بالكو ان التمبريتشر اللي بيبقى موجود هنا بيبقى عبارة عن 1700 درجة سليزيوس. نتيجة عملية الاحتراق تمبريتشر بتكون، درجة الحرارة بتكون كبيرة جدا، والضغط بتاع الناتج اللي هو الجاز الناتج بيكون عبارة عن ايه؟ كبير جدا. يبقى اذا ده الكمبروسور وغرفة الاحتراق. شايفين الشكل؟ بيبقى عندي هنا في البداية الهواء داخل على الكمبروسور، بيبدأ الكمبروسور ده ان هو يتحرك، وبالتالي اللي هنا جوه بقى بيدخل الغاز الطبيعي وبيدخل الاويل، يبدأ عملية الاحتراق، و الاوتبوت بتاع عمليه الاحتراق بيدخل طبعا بسرعه كبيره بضغط كبير بتمبريتشر كبير ناحيه التربن، فيبدا ان هو ايه، يحركها بشكل كبير. طب ايه بقى فكره الجاز تربن؟ الجاز تربن هي نوع من انواع التربينات. اللي فاتوا كانوا ستيم، كانت التربينه بتستخدم الستيم علشان تبدا انها تتحرك، انما النوع ده من التربن بيستخدم الجاز عشان يبدا انه يتحرك. الجاز اللي بينتج من عملية الاحتراق تحت ضغط كبير ودرجة حرارة كبيرة بيبدأ انه يدخل على البليتس او الريش بتاعت التربينة، وبالتالي بيديها ميكانيكال وورك، حركة ميكانيكية، يبدأ يحركها. اول ما التربينة تبدأ انها تتحرك يبدأ الشافت اللي مربوط بالتربينة والجنريتور انه يتحرك، وبناء عليه الجنريتور يشتغل. طب خلي بالكم العوادم اللي خارجة دي درجة حرارتها كام؟ بتصل حوالي 500 درجة سليزيوس. النقطة المهمة ان انا باجي استخدم حاجة اسمها الستارتنج موتور. انا بحتاج الستارتنج موتور ده في ايه؟ ان انا عندي الكمبريسور ده عشان يبدأ انه يتحرك ويشتغل مكبس، بس عشان انه يتحرك محتاج حاجة تديله الستارتنج البداية، فببدأ اشغل موتور في البداية. الموتور ده بيشتغل ازاي؟ ببطاريات، بوصل بطارية، اوصل موتور، الموتور يتحرك، يبدا انه يحرك لي الكمبريسور. اول ما الكمبريسور يتحرك خلاص انت عملت له الستارتنج. هل حضرتك محتاج الموتور في حاجه؟ مش محتاجه. اول ما انا بشغل او اليونت يحصل لها ستارت ما عادش فيه اي لازمه للموتور، بفصله عن الشبكه، بفصله عن السيستم. يبقى الموتور اللي في البدايه ده بيستخدم ليه؟ بيستخدم عشان عمليه الستارتنج الخاصه بيه الكمبريسور. مسافه ما الكمبريسور ابتدى انه يتحرك، ضغط خلاص بقى بياخد الهواء وبيضغط الهواء لجوه الايه، الغرفه بتاعت الاحتراق. خلاص كده ما عدناش محتاجين الكمبريسور في حاجه، ما عدناش محتاجين الموتور في حاجه، بفصل الموتور. ايه هي بقى المميزات بتاعت المحطه الغازيه؟ اولا
هي بسيطة جدا وصغيرة في الحجم. النقطة رقم 2 انها بتشتغل بسرعة. خلي بالكو في بعض المحطات زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت بتاخد فترات طويلة عشان تشتغل. يعني النيوكلر ممكن تاخد شهر وازيد وغيره كتير. لكن الجاز تربن او الجاز ستيشن لا بالعكس ده من ابسط المحطات او من اسرع المحطات ان هي ممكن تشتغل. فروم كولد كونديشن دي يعني يقصد لما تكون واقفة خالص مسافة ما حضرتك هتدخل لها الغاز ويبدأ الغاز ده انه يحصل له احتراق هتشتغل مباشرة. يبقى هي سريعة جدا في انها تشتغل من الكولد كونديشن. طيب بالنسبة لعملية المينتيننس والصيانة بيهمنا طبعا ان يكون المحطة اللي عندي المينتيننس او عملية الصيانة بتاعتها في اقل ما يمكن. وبناء عليه انا هنا بقول ان من مميزات المحطة الغازية ان الصيانة بتاعتها اقل ما يمكن. ليه؟ لان المكونات بتاعتها بسيطة فيش حاجة فيها معقدة او حاجة كبيرة او حاجة بتبوظ بسرعة. بالعكس هي غرفة احتراق بتحرق الوقود الموجود بيطلع غاز، الغاز ده بيبدأ انه يشغل التربة. طيب النقطة المهمة ان انت لو عندك مكان مفيش فيه مية مفيش فيه ووتر ما انتش محتاج المحطة دي، مش محتاجة مية. على العكس انواع اللي فاتت من محطات كان لازم مكان اللي تحط فيه المحطة يكون جنبيه ايه؟ مية. وبالتالي دي سهلة جدا انها يتم انشائها في اي مكان حتى مفيش فيه ووتر. بعد كده اللصص الموجودة فيها بتكون اقل ما يمكن. ليه بقى؟ لان عشان المحطة دي تقوم بيكون الوقت اللي بتستخدمه قليل. خلي بالكم في نقطة مهمة ان انا لو عندي المحطة، المحطات نوعين، نوع بسميه كولد ستارت ونوع بسميه بانكينج. ايه الفرق ما بين الكولد ستارت والبانكينج؟ الكولد ستارت دي معناها ان المحطة بتبدأ لما يكون درجة الحرارة اقل ما يمكن، درجة الحرارة العادية. يعني المحطة كولد مفيش فيها اي حاجة، حضرتك بتبدأ بقى من البداية تبدأ تشغل المحطة وتجيب الغاز وتسخن وتعالي درجة الحرارة. بعد كده الغاز ده ياخد درجة الحرارة بتاعت التشغيل يبدأ انه يروح للتربينة وهكذا. عندك مية بتغليها لحد ما تاخد درجة الحرارة المناسبة تتحول الى ستيم تروح للتربينة. كل ده وقت او عملية كبيرة انت بتاخد فيها وقت. وبالتالي الكولد ستارت ده بياخد زمن في التشغيل زمن اكبر. عشان تشغل محطة من الكولد ستارت زمن كبير جدا. امال ايه نظام البانكينج؟ نظام البانكينج ان حضرتك بتبقى سايب المحطة دي يعني فيها درجة حرارة معينة وفيها بريشر معين شغالة. البويلر عمال بيغلي ما فصلتش الغليان بتاعه، الغاز عمال يتحرق ما فصلتش الغاز اللي بيتحرق. بس تاخد بالك في نقطة مهمة، توصيل المحطة بالشبكة الرئيسية بيكون مفقود. بمعنى ان انا لو افترضت ان كل محطة عشان تتوصل تقفل السويتش بتاعها فالبانكينج انت حضرتك مشغل المحطة ولكن من غير ما تقفل مين؟ السويتش بتاعها، مش موصلها على الشبكة. طب يعني ايه بقى حضرتك مشغل المحطة بدون ما توصلها على الشبكة؟ يعني انت عمال تحرق في غاز تستهلك مية وكل الكلام ده ايه؟ ضايع، لوسس. تمام؟ طيب ده اللي بيسموه البانكينج. بس مين فيهم اسرع في التشغيل؟ البنك. لو قررنا انت تشغل واحدة حاليا بسيطة جدا، لو هي بانكينج تقفل السويتش، بس قبل ما تقفل بس السويتش تتأكد ايه ان التمبريتشر والبريشر في الوضع الطبيعي او في القيم اللي انت عايزها شغل المحطة. ولكن فكرة الكولد ستارت انك بتبدأ من الصفر، فحضرتك مفروض بقى انك بتاخد وقت كبير جدا لحد ما توصل لايه؟ لدرجة حرارة التشغيل وضغط التشغيل. طب الوقت الكبير ده انت بتعمل فيه ايه؟ انت بتستهلك كرو ستاف يعني موجود بتدفع له فلوس، هتستهلك غاز فحم مية تتغلى حاجات كتير، كل ده مفاقيد ضيعة كتير. يبقى اذا الفقد اللي موجود داخل الكولد ستارت اكبر من الفقد الكتير في البانكينج. لكن تاخد بالك من نقطة مهمة ان النوع ده من المحطات عشان يشتغل من الكولد بياخد وقت ايه؟ صغير. وبالتالي اللصص الموجودة فيه بتكون ايه؟ اقل ما يمكن. طيب في بقى عيوب للمحطة الغازية اكيد. اشهر عيب فيها ان
عشان تبدأ تعمل عملية ستارتنج للمحطة دي، عشان الكمبروسر يبدأ يشتغل، احتاجت تعمل ايه؟ تجيب موتور وتشغله. وبالتالي انت محتاج تاخد باور الاول عشان تعمل ستارتنج، محتاج المحطة تعمل لها ستارتنج، تعمل لها عملية البدء. فدي مشكلة. الاوبوت باور من المحطة دي بيكون قليل. ليه؟ لان في جزء كبير جدا من الباور بيبقى مستهلك في ان الكمبروسور يشتغل وان الغاز يتحرق. فالباور اللي بيبقى بتحصل عليه في النهاية بيكون قليل شوية. تاخد بالك ان الافشنسي هنا بتكون برضو قليلة، زي بالظبط زي السيرمال كنا بنقول الكفاءة لا تتعدى 30%. كفاءة بتاعت المحطات دي برضو بتكون كفاءة قليلة. التمبريتشر طبعا هنا بتكون عالية جدا، 1700 درجة سليزيوس، وبالتالي ده شيء صعب، محتاج عملية تبريد كبيرة على العكس بتاع المحطات السابقة. يبقى دي العيوب بتاعت المحطة الغازية. طب احنا فين باب للمحطات الغازية؟ يعني الاحصائية دي لحد 2018 في مصر كان عندنا الغاز 5745 ميجا وات. طبعا ده الاحصائية لحد 2018. من 2018 لحد دلوقتي عدد المحطات زاد كتير، الاوبوتس بتاعتنا زادت كتير، يعني دي احصائية ايه؟ قديمة شوية. وخلي بالكو ان هي اكبر نسبة انتاج المفروض ان هي بتكون موجودة في الغاز، لان زي ما قلت لكم ان سهل جدا انه يتعمل في اي مكان، مش محتاج بقى مية ومش محتاج حاجات زي كده. طيب في بقى نقطة مهمة، لما كنا شغالين من شوية الرسمة دي، حضرتك بتحرق الغاز وبتحرق الوقود، واكيد في عادم خارج. العادم ده بيكون تحت درجة حرارة كبيرة، بيصل حوالي 500 درجة سليزيوس وضغط كبير. فجينا نفكر قلنا طب ايه الفكرة، ايه المشكلة ان انا بدل ما العادم ده يروح كده ويضيع، ان احنا نعمل حاجة اسمها كومباين سايكل. ايه فكرة الكومباين سايكل بقى دي؟ ان الكومباين سايكل اللي هيعمله ان العادم بتاع الجاز تيربن ياخده يوصله على ستيم تيربن ويبدأ انه ينتج كهرباء زيادة. هتبقى الشكل كالآتي، شايفين كده؟ عنده غرفة احتراق وعنده تربينة، الجزء اللي فوق ده بتاع المحطة الغازية، بس هو استفاد من درجة الحرارة الكبيرة او من العادم الكبير اللي طالع في انه يسخن بيه مية، والمية لما تغلي تتحول الى ستيم، الستيم يدخل على تربينة بخارية، الستيم تربن تبدأ ان هي تشتغل وتنتج كهرباء، جنريتور ينتج كهرباء. فهو استفاد من الاكزوست جازز، الجازز اللي خارجة اللي ضايعة، استفاد منها في ايه؟ انه ممكن يستخدمها في تسخين مية في البويلر، بحيث ان المية دي بعد ما تغلي على درجة حرارة معينة تبدأ ان هي تتحول الى ستيم، وبعد ما تتحول الى ستيم تمشي بقى نفس دورة الستيم تيربن، تدخل على ستيم تيربن ومنها الى جنريتور تنتج كهرباء. ده اللي بيسموه الكومباين سايكل. وخلي بالكم اغلب المحطات حاليا كومباين سايكل الموجودة في مصر، يعني اللي موجودة في جمصة دي كومباين سايكل، وكذا حاجة بقى اللي موجودة في كفر بطيخ كومباين سايكل، وهكذا اللي في بنها كومباين سايكل، اغلبهم بيبقى بالنظام بتاع الكومباين سايكل ده. بيستفاد بدل ما العادم يخرج ويمشي وخلاص، لا انا بستفيد بيه ان انا اعمل بيه غليان لبويلر، وهكذا نبدا نمشي الدوره من جديد. زي ما انتم شايفين اهو ده اللي بيحصل، ان انا عندي في الاول هنا الجزء بتاع الجنريتور اللي فوق ده جاز تيربن اهو، الجاز تيربن بيخرج اكزوست جازز، جاز كبير، ببدا ان انا ادخله على بويلر اسخن ميه، ومنها يروح الستيم يخرج يروح على ايه؟ على التربينه، يشغل التربينه وياخد برضو نفس الفكرة بقى، فكرة الكوندنسر، ويكثف ويبدأ يشتغل مرة تانية يدخلها للبويلر وهكذا. نفس الفكرة اللي فاتت بالظبط، لكن هو هنا سخن البويلر ايه؟ قبل كده كنت عشان تسخن البويلر كنت بتجيب وقود تحرقه وتسخن البويلر، هنا لا، انا مش هحرق الوقود ده، بالعكس هستخدم الجاز اللي خارج او الاكزوست جازس اللي خارجة من التربينة او اللي خارجة من المحطة الغازية في ان انا اسخن بها ايه؟ البويلر الجديد. ودي الفكرة بتاعت الكومباين سايكل. قلت لكم هنا فيديو لو هتحبوا ان انتوا تشوفوا ايه طريقة انشاء او طريقة
عمل المحطة الغازية. النوع الثاني من أنواع المحطات الهايدرو باور بلانت. النوع ده بقى من المحطات يعني بسيط جدا. ايه فكرته؟ الفكرة انه بيجي بيعمل سد للمية. ركزوا معايا شباب بعد ذلك. بيجي يعمل سد للمية. السد بتاع المية ده بيعمل فيه جيت بوابة. بيحط في البوابة دي تربينة. والتربينة دي بعدها بقى ايه؟ بيبقى متوصلة بجنريتور، ومن جنريتور يقدر ينتج الكهرباء. ايه اللي بيحصل؟ انه بيستغل ارتفاع المية يفتح البوابة، فالمية تروح للتربينة تحرك الريش، فالريش تتحرك يبدأ الشافت يتحرك فالجنريتور ينتج الكهرباء. طبعا دي فكرة ممتازة، بس تاخد بالك من نقطة مهمة، ان علشان اعمل العملية دي انا لازم يكون عندي كمية مية كبيرة جدا فوق على السد. ليه؟ علشان كل ما كان زاد عندك الارتفاع كل ما ده ادالك قوة اكبر، قوة اندفاع اكبر لمين؟ للمية ناحية التربينة. طيب الوقت بتاع تشغيل المحطة دي هل وقت كبير ولا بسيط؟ ده ابسط ما يمكن. خلي بالكوا الهايدرو باور بلانت اسرع محطة تشتغل وتنتج لك كهرباء، ولكن عشان تتعمل محتاجة ان يكون عندك سد يحجز المية بشكل كبير، وده زي اللي موجود في السد العالي، ان هو بيحجز المية بشكل كبير ويستغل حجز المية ده انه يعمل بوابات جيتس يبدأ انه ينتج ايه منها الكهرباء. او ده الشكل اللي بيحصل اهو، عنده سد في مية عالية في السد من ورا، يبدأ بعد كده تدخل المية دي على التربينة تحركها تشتغل. امال التربينة دي من انهي نوع بقى؟ احنا خدنا ستيم تربن، في جاز تربن، دي ووتر تربن. تربينة بتشتغل بالمية اهو، ده الشكل بتاعها، بيبقى في عندك سد، والسد ده بيستغل البوابة بتاعته ان ينزل مية تحرك تربينة، ومن تربينة تتصل بجنريتور تنتج الكهرباء. ده فكرة العمل بتاعت الهايدرو باور بلانت. ايه المكونات بتاعتها؟ اول حاجة الجزء الاستراكشر الاساسي الهيدروليك، انت محتاج سد. شباب الناس اللي بتتكلم بعد اذنكم، محتاج سد، ومحتاج حاجة اسمها السبيل ويز، ومحتاج حاجة اسمها البين سوكتس، البين ستوكس، وده الجزء الهيدروليك. هنقول ده عبارة عن ايه دلوقتي؟ بالاضافة طبعا للتربينة وللجنريتور بقى. ايه شوية الحاجات دول؟ اول حاجة فكرة السد الدام. انا بيبقى عندي سد حاجز المية، وعندي جيت بوابة بتتفتح، البوابة دي اول ما تتفتح المية بتندفع ناحية التربينة تشتغل، فالجنريتور يشتغل ينتج الكهرباء. يبقى هي دي الفكرة الرئيسية بتاعته. طيب الدام فكرته ان يبقى عندي سد كبير حاجز المية، وفي بوابات بقى على السد ده عشان تقدر تركب عليها التربينات بتاعة المية. شايفين برضو الشكل ده بيتم ازاي؟ الشكل ده ازاي بيتم؟ ان انا في عندي قدام اهو سد اتجاه الووتر فلو بالشكل ده، تروح تشغل التربينة فالجنريتور يشتغل يبدأ انه ينتج الكهرباء. طبعا بقية المية نازلة فيه البحر عادي ولا النهر اللي عندك يعني، وبالتالي المية مش بتضيع، مفيش حاجة هنا بتضيع خالص، مفيش اي لصص في النوع من انواع الجنريتورز ده او النوع من انواع البلانتس دي. طيب ده الشكل اهو، المجرى بتاع المية ده، المجرى بتاع المية بسميه البين ستوك، ده مجرى المية، قنوات المية. مية بتمشي في قناة معينة اللي حضرتك بتبقى موصلها عند الجيت، تعمل بوابة، البوابة دي عشان تروح المية تروح للتربينة بتمشي في مسار معين بين ستوك، يبقى بين ستوك ده مسار المية. ده التربن، دي هنا خارج المية، هي اللي خارجة راحة لبقية النهر يعني بعد ما خلصت تشغيل الكهرباء، وطبعا ده السد، وده اللي بقية المية المحجوزة في خلف السد، وهنا طبعا الجنريتور والترانسفورمر والترانسميشن لاين اللي هي السيستم بقى بشكل عادي. طبعا هي ليها مشكلة كبيرة المحطة دي هقول لكم عليها دلوقتي، ولكن الفكرة، فكرة تشغيلها هي فكرة سهلة جدا. الدام زي ما اتفقنا هو حاجز ببدأ اخزن فيه المية علشان ابدأ اعمل ارتفاع. خلي بالك التربينة مش هتشتغل الا اذا كانت المية نازلة بايه؟ من ارتفاع عالي عشان تبدأ تشتغل، ومحتاجة الارتفاع العالي ده
علشان يبقى سرعة المية بسرعة مناسبة تقدر تشغل ريش التربينة. في الغالب طبعا الدام بيبقى مصنوع بقى سواء اذا كان من الستون ولا من الروكس يعني من الحجر او حاجات زي كده، ده فكرة عمل السد. طيب السبيل ويز اللي هي القنوات بتاعة تصريف المية، هل كل المية لما تفتح البوابة هتروح ناحية التربينة؟ لا مش كلها، في بعض المية مش هتوصل للتربينة، انا عايز قناة واحدة بس بين ستوك بس هي اللي تمشي المية ليه للتربينة. لكن في بعض المية الكتير اللي هيبقى فائض. هيبقى فائض ازاي؟ يعني انتوا عارفين السد ده لما بيتملى لفوق خالص، لو زاد المية المية هتروح فين؟ هتعدي، لازم تعملها بقى، هي دي اللي بيسموها السبيل ويز اللي هي قنوات تصريف فائض المية عشان تفضي المية اللي هتزيد اعلى السد. طيب شكلها عاملة ازاي؟ طبعا دي مش عايزة بقى، دي مش هتولد كهرباء. السد اهو، اول ما السد ده هيزيد المية عليه المفروض انها تنزل تروح فين؟ في القنوات دي، تنزل في القنوات اللي قدامه. شكلها برضو اهو بالشكل الكبير تاني اهي. يبقى اذا دي اول ما المية تزيد يبدأ المية انها تنزل من فوق السد وتروح لمين؟ للقنوات دي عشان المية ما تضيعش، تبدأ ترجع مرة تاني وهكذا. اهو ده مجرى المية، يعني ده ممكن مجرى للمية انه ينزل بعد كده ترجع مرة تانية المية للسد تاني. لا ما هي بتروح بقى للدام من ورا، يعني هي خلاص بتروح تنزل، بتنزل من فوق السد تبدا انها متخزنه وتروح مره تانية. تمام، تفضل العمليه دي شغاله كده يعني اهو بالشكل ده شايفين هناك. هو هنا بيقول ان الورا لو الميه زادت تبدا انها ترتفع وبتروح لمجرى بعيد عن ايه التربينه، مجرى اللي هناك ده بعيد عن التربينه، وفي مجاري بقى خاصه ليه او قنوات خاصه ليه الميه اللي راحه للتربينه اللي بيسموها البينستوك. ده الفكره بتاعت المحطه اللي هي الهايدرو. البينستوك زي ما قلنا دي ممرات عشان يقدر ينظم الميه اللي راحه للتربينه. الممرات دي زي ما اتفقنا ان هي لازم تبقى الهيد بتاعها لو هو اقل مثلا من 30 متر بيبقى مناسب، يعني لازم يبقى ايه ليها هيد مناسب علشان تقدر المية تدخل بضغط مناسب للتربينة. لان طبعا انتوا عارفين ان المية لو مثلا لو كانت البوابة دي بعيدة خالص عن الارتفاع، يعني ملهاش ارتفاع كبير، فالمية مش هتنحدر بشكل بسرعة كبيرة. انا محتاج المية تدخل للتربينة بسرعة كبيرة، اذا لازم يكون ليها ارتفاع ايه مناسب، لازم يعني ما يكونش اقل من 30 متر. ده الشكل اهو بتاع البينستوك، المجاري بتاعت المية، المفروض ده مجرى المية بقى اللي في اخره هيلاقي ايه التربين. ده الفكرة بتاعت الدامز. طبعا الوتر تربين هي تربينات بتشتغل بالمية، اول ما المية تندفع ناحية الريش تبدأ الريش انها تتحرك، واول ما الريش انها تتحرك خلاص شغلت الشافت بقى والجنريتور اشتغل. طب شكلها ايه دي؟ في العادة ان الووتر تربين بتكون حجمها كبير وبيكون بالشكل الافقي ده. تعرفين التربينات بتبقى بعكس الشكل صح؟ رأسي. تمام؟ سوري، بتكون افقي، التربينات افقي لكن الشكل ده بيكون ايه؟ رأسي. الووتر تربين بيكون رأسي عشان يكون شايفين يكون الريش في اتجاه المية، يبدأ انه المية لما تنزل تدخل للريش تبدأ ان التربينة انها ايه؟ تتحرك. طيب ده شكل الووتر تربين يعني او بالشكل ده، دي شكل الووتر تربين، ده برضو نوع من انواع الووتر تربين شكلها. طيب طبعا الالكتريكال ايكويبمنت بقى احنا عارفينها، ان بعد ما التربينه بتبدا انها تشتغل بيبدا بقى الجنريتور انه يشتغل ويقطع ينتج كهرباء للترانسفورمر وهكذا. ده شكل السد العالي اللي هو برضه بيستخدم عندنا لانتاج الميه، بيحجز الميه يفتح البوابات تبدا الميه تنزل للتربينه فالتربينه تبدا انها تشتغل وتبدا انها تنتج طاقه كهربيه باستخدام الجنريتور. ليها مميزات كتير. اول ميزه ليها ان حضرتك مش محتاج فيول موجود، يعني لا بتحرق وقود
ولا بتعمل بتستخدم غاز ولا بتستخدم اي حاجة خالص. بالعكس انت كل اللي بتستخدمه هنا المية. المية هي تعتبر بالنسبة لك الوقود. دي النقطة الاولى. النقطة التانية, بما ان احنا ما بنستخدمش عملية الحرق وبالتالي ما فيش عندي اكزوست جازز, ما فيش اوبوتس سيئة, اذا هي كلين انرجي, طاقة نظيفة. النقطة التالتة ان الرننج كوست بتاعتها قليلة, لان خلي بالكم الرننج كوست بتبقى زيادة نتيجة ان انا بشتري وقود والوقود ده بحرقه وهكذا. بما ان عندي الوقود هنا هو عبارة عن المية, اذا الرننج كوست اقل ما يمكن. طبعا زي ما قلت لكم ان ميزة الهايدرو باور بلانت هي من اسرع المحطات اللي تشتغل, وبناء عليه احنا لما بنيجي نشتغل في الكهرباء ونحط تايم لاين لتشغيل المحطات الهايدرو بيستثنى. ليه؟ لانه بيشتغل على طول مباشرة, مش محتاج ان انا اقعد اسخن بويلر فترة كبيرة لحد ما يوصل الى درجة حرارة معينة وضغط معين فالستيم يطلع مفيش الكلام ده. ما عنديش وقود بيتحرق وبياخد فترة عم اوصل لدرجة حرارة معينة, على طول المية موجودة, جيت يفتح وبالتالي بيبدأ المية تروح للتربينة تشتغل بشكل سريع. طبعا روبست من الانواع الممتازة او انواع المتينة يعني او القوية. لونج لايف, مش محتاجة بقى يعني تتغير كل شوية, المية موجودة على طول. بعد كده تقدر ان انت تشتغل بيها وتقدر تنتج كهرباء وتقدر تشتغل سواء اذا كنت عندك ري او تعمل اي حاجة, زي بقى ما بيقولوا تحكم بقى في الفيضانات او كذا باستخدام الدامز دي. الدامز دي ممكن تستخدم تخزن مية, وفي نفس الوقت مع تخزين المية انت بتستفيد منها بانتاج الكهرباء. العيب بتاعها هي في تكلفة بداية التشغيل الانشاء, الكابيتال كوست, ان حضرتك عشان تعمل الدام او عشان تعمل سد وعشان تشتغل وعشان تبدأ تنتج بس كابيتال كوست كبيرة شوية. دي نقطة مهمة. النقطة اللي بعد كده ان طبعا زي ما انتوا عارفين ان ممكن تكون عملية انتاج الطاقة الكهربية فيها مرتبط بالعوامل المناخية. يعني ايه مرتبط بالعوامل المناخية؟ يعني ممكن لو عندي فترة الحالية فترة شتاء كتير تلاقي المية زيادة, الفترة مثلا الاقي المية ممكن تقل شوية في الصيف وهكذا يعني. فانت دي مرتبطة ببعض العوامل ايه المناخية شوية يعني. النقطة المهمة ان عملية انتاج الكهرباء في المية من المية بتتم في اماكن كبيرة من البحر او من انهار, وبالتالي محتاج ان انت تنقل الطاقة الكهربية من مكان انتاجها لحد المستخدم. عملية النقل دي هي دي اللي بتاخد مننا الفلوس, دي الكابيتال كوست الكبير من هنا, ان انا عشان انقل الطاقة الكهربية من مكان انتاجها في وسط المية لحد المستخدم انت كده بتعمل ايه؟ عايز مسافة كبيرة. زي ما قلنا ان كانت من ميزة الجاز تيربين او الجاز باور ستيشن ان انا مش عايز مية, وبالتالي ممكن تضيفها في اي مكان. لكن دي لازم في وسط بقى مش مية بس, مش اي مية وبس, كمان مش مجرى مية وبس, انت عايز مية وتعمل سد عشان تحجز المية وراه. فاذا برضو ده كابيتال كوست بتاعه كبير. بالاضافة الى عملية بناء المحطة دي والديزاين بتاعها وتصميمها وتشغيلها محتاج خبرة شوية فيها عشان تشوف بقى ارتفاع السد قد ايه. لا طب البوابة تبقى محطوطة فين؟ طب التربينة فين؟ طب الجينيتور يشتغل ازاي؟ طب ازاي هتربط مع الشبكة؟ دي محتاجة شوية شغل. طب احنا عندنا ايه في مصر؟ طبعا ممكن ينشئ مدن, مفيش مشكلة. يعني مثلا السد العالي في اسوان هو بينتج الكهرباء وبيبعت لاسوان, مفيش مشكلة. بس في نقطة, انت دلوقتي بتكلم ان انا لو انشأت السد ده في جزء من البحر بعيد شوية, عملية الانتاج دي عشان تخرجه من مية تخرج الكهرباء اللي جاية لك على الشط بره, ده مسافة. بالاضافة الى ان ممكن ما يكونش المنطقة اللي حواليها اهلة بالسكان, لكن هنا عندك بالحظ مثلا ان السد العالي جنبه اسوان فاسوان فيها, لكن في بعض الاماكن ممكن ما تكونش جنبها سكان فانت هتضطر انك تنقل. فهذه الفكرة في عملية النقل. ترانسميشن لاين بالنسبة لنا كديزاين ونقل كوست بتاعه عالية شوية. ولو هتنقل في المية ما بنقلش بترانسميشن لاين, انا بنقل باندر جراوند كيبلز, بكيبلز ليها مواصفات خاصة ولها ديزاين صعب جدا عشان تنقله في المية, مختلفة كمان عن النقل العادي. خلي بالكم بقى في نقطة مهمة,
ان احنا عندنا هنا الباور بلانت في مصر الهيدرو طبعا موجود ولكن بنسب قليله جدا. شباب الناس اللي بتتكلم بعد اذنكم، موجود ولكن بنسب قليله جدا. يعني موجود في اسوان وده يمكن اكبر حاجه 2100 ميجا وات. قبل 2018 كنا بنقول ان اعلى محطه بتنتج طاقه كهربيه هي محطه اسوان، دلوقتي لا، عندنا البرولوس مثلا بتنتج اكتر منها وغيرها بقى. يعني اغلب المحطات الجديده اللي معموله بتنتج طاقه كهربيه اكتر من بتاعه اسوان. طبعا اسوان فيها اكتر من محطه، اسوان واحد واثنين، في الاسنه وفي اسيوط وفي نجا حمادي، حاجات بسيطه كده، وفي حاجات خاصه بالميني هايدرو. الميني هايدرو ده موجود في الشلالات والحاجات البسيطه دي، يعني في القناطر في ميني هايدرو صغير كده. لكن هي الفكره ان هي محطات بسيطه جدا وسهله جدا، لكن الكابيتال كوست بتاعتها بيكون عاليه شويه. طيب تعالوا نشوف الاوتبوت باور والانرجي من المحطه الهايدرو ازاي احسبهم وبيعتمد على ايه. الاوتبوت باور يا شباب بيعتمد على شويه نقط كده. اول نقطه القيمه بتاعه تفريغ الميه، الكيو، الووتر ديسشارج ريت، النسبه او المعدل بتاع تدفق الميه للمحطه، ده الكيو. النقطه رقم 2 الهيد، الارتفاع بتاع البوابه دي فين، الجيت مكانها فين بالظبط، عشان يشوف ارتفاع البوابه ويقدر يشوف الميه هتروح للتربينه بشكل ايه وهينتج باور قدره كام. فاذا دي النقطه رقم 2 اللي هي الاتش، الارتفاع. النقطه رقم 3 طبعا كلنا عارفين الجي، الجرافيتي اكسلريشن، اللي هي عجله الجاذبيه، اللي هي 9.81%. بعد كده الرو اللي هي الووتر كاباسيتي والكفاءه بتاعه المحطه نفسها، لان المحطه ما بتديش كفاءه 100%، بتدي كفاءه ايه اقل، تمام. فكفاءه المحطه مش طبعا مش بيدي رقم ثابت، ما بيديش واحد، ما اقدرش اقول ان الكفاءه 100%، ممكن الكفاءه تكون اقل طبعا من 100%. وبالتالي اقدر اقول ان الاوتبوت باور عباره عن ايه، رو في كيو في جي في اتش، الاربع حاجات. بس تاخد بالك ده اللي بسميه الجروس باور. الجروس باور يعني هو كل الباور الناتج عن الميه اللي موجوده. بس هل انت حضرتك بتاخد في اوتبوت باور ده، هل بتاخد نسبه 100% كفاءه؟ لا، ده انا باخد نسبه من الكفاءه. عشان كده بقدر اقول ان انا في عندي جروس باور وفي عندي الفريم باور اللي هي بعد فقد اللوسز او بعد ما اشيل اللوسز، يعني ما تدخل في الحسابات قيمه الكفاءه اللي هي الايتا. يبقى اذا ده الباور الاوتبوت من المحطه. الباور الاوتبوت من المحطه بتعتمد على الارتفاع، تعتمد على الووتر ديسشارج ريت، تعتمد على الجي جرافيتي اكسلريشن، تعتمد على الووتر كاباسيتي اللي هي الرو، ودي عارفينها اللي هي 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب. طيب في نقطه مهمه ثانيه، ازاي اقدر اجيب الالكتريكال انرجي افيلابل؟ عشان اجيب قيمه الالكتريكال انرجي افيلابل اقدر اقول ان هي بتعتمد على ثلاث حاجات، على حاجه اسمها الفي، وعلى حاجه اسمها الرو، وعلى حاجه اسمها الجي. الفي دي هي عباره عن الفوليوم او حجم بتاع الووتر، الفوليوم او الحجم بتاع الووتر. والجي احنا لسه عارفينها اللي هي عجله الجاذبيه، والرو اللي هي عباره عن ايه، ايوه تمام، اللي هي ال 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب. اذا هي دي الثلاث حاجات اقدر اجيب منها الويت اوف ووتر. لو ضربت الويت اوف ووتر في الهيد، يعني ضربت ده في الاتش، جبت الانرجي. يبقى الانرجي عباره عن ايه، الانرجي اللي طالعه بقى عباره عن في فرو في جي في الاتش، رو في جي في اتش في الفي، ده الانرجي افيلابل. ولكن تاخد بالك في نقطه مهمه، ان حضرتك لازم تدخل في اعتباراتك كمان الايتا اوفرول اللي هي الكفاءه، عشان تقدر تحصل في النهايه على الطاقة الفعلية اللي خارجة من المحطة. طب لو شلت الكفاءة دي يبقى انا بحصل على ايه؟ على الجروس، على القيمة الكبيرة. بس هل ده كله انا مستفيد بيه؟ لا، لان الكفاءة بتاعت المحطة مش هتصل الى 100%. طيب طبعا بقى في مسألتين او حاجة ان شاء الله، يعني حاجات بسيطة ولكن ان شاء الله ممكن نشوفها مع بعض في السكشن.
خلي بالكم هنا المحطات دي ممكن كفاءتها تصل حوالي 75% وهكذا، يعني ارتفعنا شوية بالكفاءة بدل ما كنا شغالين في 30 وفي 25، لا هنا ممكن يصل يعني معانا الكفاءة شوية 70 75 بالشكل ده، يعني ما بيزيدش عن كده كتير قوي. في بقى نقطة مهمة، احنا كده اخدنا كذا محطة وكل محطة فيهم قلنا نوع معين من التربينات المستخدمة. اخدنا محطة استخدمنا فيها الستيم تربين، محطة استخدمنا فيها الجاز تربين، محطة استخدمنا فيها الووتر تربين. عايز من حضراتكم كده حاجة بسيطة قوي، كل واحد يدور ايه الفرق ما بين التلاتة، فرق ما بين التلاتة كايه، ككونستراكشن، خصائص، في حاجة ليها ميزة عن التانية. ريبورت بس مش عايز حاجة بايدي، فترفعوا ده على المودل، اساينمنت على المودل. خلاص انا ممكن افتح الاساينمنت ده ان شاء الله النهارده وانا برفع المحاضره، بحيث يبقى مفتوح وتبداوا ان انتوا ايه ترفعوا. نعم اسبوع يا سيدي.